حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج 112 التابع للإدارة العامة للإطفاء. يمكن متعودين معانا في الحلقات السابقة نتكلم عن الحوادث اللي يغطيها رجل الإطفاء، ولكن اليوم راح نكون معاكم في مركز إعداد رجال الإطفاء وبنشوف شلون قادرين يجهزون الطلبة المدنيين إلى رجل الإطفاء وقادر إنه يتعامل مع الحوادث اليومية في دولتنا الكويت. تمثل فريق التدريبات العسكرية مهمته في أنه ينزل حق الطلبة الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحا عند البوابة، بحيث أن المدربين يسوون عملية تحضير الطلبة عن طريق الكشوفات، بعدين تصرف الطلبة إلى الميدان. عقب الميدان نودي ناخذ الطلبة ونبلش معاهم هي الفترة الرياضية تدريبات الطلبة. فترة اللي عندنا هي دخول الطلبة فترة الصباحية من 7:30 ل 8، ندخل الطلبة من عند البوابة مع مساعدة فريق التحضير. من يحضرون طلبة نوديهم حق الميدان، عندهم طبعا تدريبات رياضية للهرولة وغيره من هالكلام. الدورة هذه تتكون من ساعة إلى ساعتين في بالأسبوع من ثلاثة أيام، ونختصرها أن هذه الدورة فيها قوة جسدية، ثقة بالنفس، تساعد في بعد ما يتخرج من الدورة في عمله خارجي. عقب ما يخلصون الطلبة من الفترة الرياضية نسحب الطلبة حق المطعم، بحيث ان عملية الإفطار تبلش معاهم بعملية دقيقة وعملية منظمة مع الطلبة، بحيث ان يدش كل فصيل حق المطعم ويأكلون الطلبة مع بعض، بعدين تتم عملية الصرف من المطعم. فترة الريوق اللي هي من الساعة تقريبا يتريق فيها، من بعدها يبدل، من خلص
التبديل يرد مرة ثانية ناخذه نستلمه نوديه حق الميدان اللي هو حق التدريبات العسكرية. عن التدريبات العسكرية اللي هي نعلم الطالب شلون احترام بين الرتب، نعلم الفرق بين مثلا الفرد بين الفرد وضابط من رتبة لرتبة، كل ما تصعد بالرتبة في اسلوب كتحية، في احترام بين الرتب، عندنا حركات هي العسكرية، عندنا الاستعداد الراحة، نعلم شلون طريقة الدوران، نعلم شلون يكون في تحية بين الرتب، نعلم طريقة التحية، نعلم الصبر بالاستعداد، نعلمه في أشياء وايد كأمور عسكرية. وأهم شيء من الأمور العسكرية نعلم الضبط والربط، يعني هو جاي من برا فإحنا دائما نحاول نعلم الضبط والربط أكثر ونشد عليه أفضل حقه طبعا وحق الدفعة كشكل عام. عقب فترة الصباحية اللي هي مثل الرياضة ومات العسكري نسحب الطلبة نوديهم حق المحاضرات النظرية، تبلش المحاضرات النظرية، يتم المحاضر النزول إلى الفصائل بحيث أنه يستلم كل ضابط فصيلة ويتم المحاضرة النظرية لشرح المادة العملية اللي راح يعطيها بعد المحاضرة النظرية. عقب المحاضرة النظرية خلال المحاضرة العملية سواء كانت عن طريق المكافحة أو الإنقاذ وفق الجدول الموجود عندنا أي مادة كانت مضروحة من مركز إعداد رياضة أطفال بحيث أن يدرب فيها الطالب. طبعا نزول الطالب يكون عن طريق لبس كامل حق المكافحة، يتمثل بالكيونك والهلمت حق نظام سيفتي حق الطالب، وأساسا المدرب يكون هم لابس معه نفس اللبس هذا. بالمحاضرة العملية تتم عملية اللي هي عند شرح المحاضرة حتى وهو بالميدان بحيث انه يقدر يطبق الطالب المحاضرة الموجودة قدامه. احنا هنا حق واحد مثل ما قلنا هنا اذا كان هو قاعد طالع او قاعد ناطق زين راح تكون يدينا بالطلب. ممتاز شباب، زين زين زين، قلت لك ظهرك بظهره، ظهرك بظهره، ارفع شويه ظهرك بظهره، زين ممتاز ممتاز، تعلق دشش ايدينك انت دشش ايدينك هنا. ايوه شباب شفتوا مسكه الايد شلون من توصل للحافه ايدك تكون بالشكل هذا، مدشش ايدينك، المنقذ يدشش ايدينه تحت ايد الغرقان، زين شباب. ايدك تحت شوفها ممتاز وايد ممتاز. السلام عليكم ورحمه الله، معاكم رغيب اول اطفاء ناصر العبيد، مدرب انقاذ بحري. طبعا احنا نتكلم هنا عن دوره انقاذ بحري بالنسبه حق الاغرار، تكون ومدتها 3 شهور اللي هي كورس كامل. من خلالها احنا نعلم الطلبة شلون ينقذ نفسه وشلون ينقذ الآخرين، تمام؟ ومن خلال اذا تخرج ان شاء الله راح نوزعهم على المراكز البحرية اللي هي مثلا عندنا احنا 3 مراكز بحرية، شعيبة البحري، وعندنا انقاذ البحري السالمية، وعندنا مركز ميناء شويخ، تمام؟ طبعا الاعداد هنا متفاوتة، خلينا نقول من 50 لتقريبا 140، وهذا يعتمد على الحاجة من المراكز الإنقاذ نفسها. يهدف مركز إعداد رجال إطفاء بتوفير الدعم الأكاديمي والفني والميداني اللازم لإعداد رجال الإطفاء
وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم البدنية والذهنية بهدف توفير العمالة المدربة والمؤهلة التي يحتاجها جهاز الإطفاء. وفي سبيل ذلك يختص المركز بتطوير البحوث والدراسات والمناهج الخاصة برجال الإطفاء وتوفير التجهيزات الميدانية والأكاديمية بغرض رفع مستوى إعداد رجال الإطفاء وتلبية احتياجات مختلف مرافق الجهاز من العمالة المدربة والمعدة إعداد ميداني وأكاديمي بما يتفق مع أعلى المستويات المهنية المتعارف عليها على المستوى العالمي. ويقوم مركز إعداد رجال الإطفاء باستقبال بما لا يقل عن 250 طالب سنوياً لدخولهم في دورات متعددة تؤدي إلى تخريجهم في مجالات مختلفة من مكافحة ومشغل آليات واتصالات، وذلك بهدف تغذية أجهزة الإطفاء المختلفة من العمالة ورجال الإطفاء المدربين والمؤهلين. ولكن لرفع مستوى المركز قامت الإدارة العامة للإطفاء بعمل دراسة استشارية لرفع مستواه إلى أكاديمية معتمدة دولياً ومحلياً، وذلك بهدف نقل المعرفة والعلم الخاص بهندسة وعلوم الإطفاء إلى رجال الإطفاء. ويهدف هذا المشروع كذلك إلى إعادة تأهيل المركز من حيث البنية التحتية والمباني ونماذج التدريب لكي يستطيع أن يحقق هذا الهدف. ويقوم المركز حالياً وبالتنسيق بين ضباطه المختصين بالتنسيق والتعاون مع أكاديميين متخصصين من المعهد التطبيقي، وذلك بهدف تطبيق المناهج التي تم تطويرها من خلال مستشارين ومتخصصين دوليين. ونأمل أن يتم السنة القادمة البدء في تنفيذ برنامج دبلوم علوم إطفاء وهندسة إطفاء، وذلك لاستقطاب الطلبة بهدف تخريجهم في هذا المجال، على أن يتم لاحقاً البدء ببرنامج بكالوريوس علوم وهندسة الإطفاء. ونتمنى أن يوفق الله سبحانه وتعالى المركز والعاملين عليه لكي يقوموا بذلك إن شاء الله. اليوم عندنا نتكلم عن موضوع حريق كواقعي، حريق مبنى، عندنا حريق بالدور الأول وعندنا حريق بالدور الثالث. بالنسبة بخصوص حق حريق الدور الأول عندنا مصابين، كيفية إخراج المصابين، كيفية التعامل مع الطلبة، شلون يتعاملون الطلبة عندنا، شلون يخرجون المصاب. وعندنا حريق بالدور الثالث، كيفية السيطرة على الحريق. طبعا عندنا خطوات لازم إنه يكون له علم أو إنه يكون عارفها شلون يكون يسيطر على الحريق. زاد احنا مركز اعداد رجال الاطفاء، نتكلم عاميه مركز اعداد رجال الاطفاء شلون طريقه عمليه وصول الاليات. طبعا في عندنا بخصوص صافه اتجاه الريح، زين، وعندنا طريقه الفرده الهوازه، طريقه شلون استخدام الهوازه وطريقه حمل المصاب بالطريقه الصحيحه. في عندنا عمليه التهويه داخل المبنى، تكون لازم تكون عمليه حتى يقدر يشوف الرجل الاطفاء المصاب نفسه، أو إنه كمساعد يكون له إنه شلون يقدر يستخدم الإنقاذ للكشف على المصاب بالطريقة الصحيحة. طبعا عندنا حريق مبنى، حاليا احنا بالدور الثالث،
قسمنا الشغل الطلبة إلى 4 فرق، فرقتين انقاذ وفرقتين مكافحة. مثل ما شايفين هي فرقة مكافحة وصلت للدور الثالث، كافحت في البداية الدور الأول كان في عندها نار كافحتها، وصعدت في الدور الثالث واجهت النار وجهتناها كافحت النار وطفت، الحين قاعد تسوي تهوية منها، تطلع الدخان الموجود عندنا في المبنى وتكافح النار الموجودة. وفرق الإنقاذ مهمتها البحث عن المصابين وعمل تهوية حق فرقة المكافحة. احنا مثل ما احنا شايفين العملية انتهت الحمد لله، كافحنا المنزل، طفينا النار اللي شايفينها على 3 مواقع استرداد، والدور الاول والدور الثالث طلعنا المصابين. بشكل عام الطلبة اتموا المهمة اللي احنا اعطيناهم اياها، ما في مشكلة اذا كان في اغلاط، لان هذا طالب ما في مشكلة اذا غلط يتعلم من غلطه. تعلمنا كيف نتعامل مع الحادث، تعلمنا اذا وصلنا بيت نسأل كم عدد الاشخاص الموجودين، موجودين اطفال مصابين، وعندنا تعلمنا العاليات. خذينا سيناريوهات اليوم، سيناريو في مبنى الحرير، سيناريو في الكراج، سيناريو في المخبز، تعلمنا على كيفية مكافحة الحرائق بأنواعها، معرفة جميع أنواع الإنقاذ، إخراج المصابين، طريقة الحمل، تعلمنا على كثير من الآليات المطافي. مشاهدينا الكرام، كل التدريبات النظرية والعملية والنفسية للطلبة ليكونون قادرين في يوم من الأيام بالتعامل مع الحوادث اللي تكون موجودة في دولتنا الكويت الحبيبة. دائماً رجل الإطفاء غايته سلامة الجمهور من مواطنين ومقيمين، ولكن إحنا نصيحتنا لكم الالتزام في شروط الأمن والسلامة، لأن الحوادث لا سمح الله إذا صارت تصير في وقت أنت غير متوقع للحادث، فالتزامنا في شروط الأمن والسلامة يوقينا هذه الحوادث. إدارة عمل الأطفاء قامت بتدشين خدمة الموبايل أبليكيشن على أجهزة الآيفون والأندرويد. طبعاً كان هذا بتاريخ 3/3 في يوم رجل الأطفاء، كان في سوق شرق بحضور معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله مبارك صباح، قام بتدشين موبايل أبليكيشن. الموبايل أبليكيشن حقيقة يعني كثير من الخدمات الخاصة طبعا للمواطن المقيم من خلال خدماتنا في قطاع الوقاية، الضغط على الـ KFSD آيكون، بعدين راح يطلع لنا اللي هو البداية خدمات اللي تكلمت عنها، خدمات المراجعين أو خدمات الموظفين. بالنسبة للمراجعين راح يضغط على خدمات مراجعين، استعلام عن إخلاء الطرف للمعاملات أو استعلام عن معاملات قطاع الوقاية الخاصة في أي شخص إذا عنده معاملة أو كذا، يبي يعرف إذا عنده أي معاملة ممكن يستعلم عنها. أيضا في أهم الأخبار، أخبار اليومية لإدارة العامة للإطفاء في الصحف، أيضا في اللي هو الإعلانات اللي تعلنها الإدارة العامة للإطفاء، مثل مناقصات وممارسات، إعلانات عروض خاصة أو دورات خاصة في موظفي الإدارة العامة للإطفاء.
عندنا هني اللي هي المزيد اللي هو اتصل بنا أو موقعنا أو من نحن أو اختيار اللغة. طبعا تقدر أنت تغير اللغة إلى اللغة الإنجليزية، ممكن نروح نغير إلى اللغة الإنجليزية وراح يعطينا نفس الخدمات اللي تكلمت عنها اللي هي إن كان في الكلاينت سيرفيس خاصة في المواطن المقيم أو الامبلوي سيرفيس اللي هي خاصة موظفين الإدارة العامة للأطفال. راح نرجع نغير اللغة عشان أرجع بس ني على خدمات الموظفين. راح تشوف خدمات عدة، منها الاستعلام على الحضور وانصراف، استعلام عن طلبات الإجازات إذا كان الموظف مقدم إجازة، استعلام طلبات الأذونات إذا عنده أذونات أو تكاليف، وصندوق المراسلات، البريد الإلكتروني والتعاميم والقرارات. طبعا بإمكان أي موظف أنه يغير اللغة، يغير الباسورد مع النظام. خليكم معانا الأسبوع القادم في حلقة جديدة وموضوع جديد في برنامج 1-1-2.